جمعة مباركة على الجميع، تحياتي لكم جميعا. هنحكي اليوم عن الحلقة الأولى هلأ لهشاشة العظام، أسبابها والمراحل المختلفة اللي بتمر فيها، وهنحكي عن المراحل العلاجية أكثر من المراحل النظرية والشرح النظري. المراحل العلاجية هنقسمها لثلاث مراحل أو المراحل التأهيلية. أول مرحلة اللي هي مع تفاقم الأعراض هذه وحصول الآلام والانتفاخات، سواء آلام في الظهر أو في الرجلين أو في الساقين أو في القدم بسبب ليونة العظام وفراغ العظام من الكتلة العظمية القوية اللي بتثبت هذه العظام، لحد ما نوصل للآلام. لما نوصل للآلام في هالحالة معناته أن الوضع صار متقدم ووصلت الهشاشة لقشرة العظم اللي هي المنطقة المعصبة الوحيدة في العظم، وهون بيصير الالتهابات القوية، وهي بنشعر فيها مجرد ما بنصحى من النوم، نحس إن جرينا تعبانين من تفخات، في عندي آلام في الرجلين خصوصا في مفصل الكاحل، آلام في وجع الظهر. الآلام هذه طبعا بتكون ماخذة مظاهر تانية من هبوط في العمود الفقري وقصران في الطول وانحناءات للأمام بشكل أكثر، مدام الكتلة العظمية العظمية صار فيها اختلال، إذا هاي كل سمك العظام والفقرات 33 فقرة هي اللي ببين عليها أكثر شيء الهشاشة، فقرات العمود الفقري عدا عن الآلام طبعا اللي هي شديدة بتكون، ومدام في موجود عندنا هشاشة عظام يعني أكيد في عندنا هشاشة كمان في المفاصل وفي الغضاريف، وهذه كلها نفس الأسباب. وتقريبا هشاشة العظام وهشاشة الغضاريف يعني شبيهة في الطرق العلاجية، يعني اللي بيأثر على العظام بيأثر على الغضروف وبيأثر كمان على العضلات اللي هو جهاز كامل متكامل الماسكولوسكيليتال، يعني عظام مع مفاصل مع عضلات، هذول كلهم مشتركين وكلهم بيصير فيهم تغيرات، ضعف في العظام، كل كتلة عضلية أو كتلة من العظام نفسها. طبعا الطرق العلاجية كلها هنحكي عنها، أول مرحلة مرحلة الألام الحادة هاي اللي هي ما فيها تمارين كتير وما فيها حركات، المهم نسيطر على الألام ونسيطر على الأعراض. ثاني مرحلة بنبلش في تمارين قوية، تمارين تقدر تعمل اهتزازات قوية في العظام، لأنه هاي الاهتزازات هي الأساس في عملية نمو العظام. لازم نضغط العظم والغضروف والعضلات عشان ينمو وعشان ما يصير فيهم تحلل. كمان هنحكي عن موضوع التغذية وشو أفضل مواد ممكن نأخذها لإرجاع الكتلة العظمية وكتلة الغضاريف لوضعها الطبيعي. طبعاً أول وصفة في موضوع التغذية اللي هي شوربة العظام مع الكركم مع الفلفل مع البهارات، هذه اللي هتساعدنا في تكوين العظام والغضاريف. المرحلة الثالثة هي مرحلة فقط عملية تقوية للعضلات أكثر، تقوية للعظام أكثر، أخذ مواد ثانية تساعدنا على تقوية الغضاريف والعظام وتعلم أسس تخفيف الضغط عن العظام وعن المفاصل عن طريق حركات لازم نتعلمها، اللي هي الحركات الوقائية، كيف بنقعد كيف بننام كيف بنوقف، اللي ما نوضع ضغط مضاعف على هذه الفقرات أو هذه العظام أو هذه العضلات، وهذا حيسبب في زيادة المشكلة وحنكون معرضين أكثر للانزلاقات الغضروفية وللكسور نتيجة وضعيات خاطئة. المهم إن نضبط الوضعيات هذه ونعتني في إنه دائما نخلي حالنا في الوضعيات الصح. المهم حنكون معكم في مباشر تاني إن شاء الله وحنحكي بالتفصيل عن كل هاي الأمور. تحياتي لكم الدكتور محمود الصوص، علاجات طبيعية وتأهيلية، تأهيل يعني علاج شامل وتغيير في كل شيء للوصول لوضع أحسن، وضع أحسن من السابق. أول شيء بنوقف الوضع التدهور وبعدين بنصير نطلع خطوة خطوة للتحسن،
ودائما في تحسن، يعني مستحيل حدا ما يشعر في تحسن. قديش التحسن ها نسبته هاي بتعتمد حسب همتكم وحسب الوقت وحسب الحالة، بس تحسن أقل ما فيها 50% وأكثر، 100% هاي بدها همة كبيرة منكم. يلا تحياتي، سلامات.